أنا مغربية، تنطرح على راسي هاد الأسئلة. الشرف مهم، مهم للبنت. إلا البنت لا مشات تغتصبات ما غيبقى يواخدها حتى واحد. واش حد يغتصب وواحد ياخد؟ واش كرامتي مرتبطة بشيء آخر من غير القدرة على الحياة بعيد على عينين الناس؟ واحد ساعة واحد حبسني، قلت لي في يديا، قال لي غادي تبعيني ولا غادي نحلك وجهك بالزازوارة. هما بجوج واقفين عليا وصحيح عليا. هاد الوقت ولات خايبة بزاف. الراجل عنده شهية غير متحكم فيها، طبيعته عنيفة، البنت مسؤولة خاصها تحمي نفسها من الراجل. ثقة صراحة ما كايناش. من مرة ما عمر تكون السبب، الراجل هو السبب. الولد ما عنده حتى شي دن. الحق راه عند موالي هما اللي عرفوا ليه. كي باغي ياخذ الحق ديالو ولكن ما لقاش. علاش تنفضلوا إسعاف المغتصب على سلامة الضحية ديالو؟ بركة من تسكات.